اليوم لو مريت في نفس المكان في سوق واقف المحل اللي كنت تشتغل فيه وانت في سن صغير جدا، ايش اللي راح يجي على بالك؟ شو المشاعر؟ غنيت اغنية اسمها مروا على السوق القديم، وغنيتها في مهرجان الريان، إذاعة الريان. كنت في حفلة مع محمد عبدو حقيقة في ختام إحدى الحفلات، شاركنا مع بعض كثير هناك في مهرجان الريان، وغنيت هالأغنية. تذكرت كل سكيك السوق واقف والدواعيس والمحلات والناس في يعني في وأنا صغير حقيقة، أشكال غير، محلات غير، الأكل غير، كل شيء كان له طعم مختلف طبعاً. عن الفترة اللي أنا قاعد أتكلم لك يعني عن ممكن 5 سنين قبل الكورونا، قبل توقف المهرجانات هذه في